كان لي الشرف أن التقيت بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كان لقاء ودي، وكانت لي الفرصة لأنقل إليه تحيات أخيه الرئيس محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتمنياته للجزائر رئيسا وشعبا وحكومة بالسعادة والازدهار. أشاد بالتعاون بين دولتين، بين الحكومتين، وما شهدته الفترة الأخيرة من تقدم في أعمال وفي مشاريع كبرى. كما كلفني بتوصيل السلام وتمنياته لفخامة رئيس محمد الشيخ الغزواني وللشعب الموريتاني، وتمنى لهم السعادة والازدهار والتقدم. وشكراً.